كابتن حماده، يعني لو زياد كمال النهارده ما ادولوش الادوار الهجوميه، هل يديها للاطراف اللي اشتغلت بشكل كويس جدا الفتره الاخيره مع جوميز، سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، وازاي تواجه برضو الاندفاع الهجومي لفريق المصري بنفس الطريقه اللي بتلعب بيها وبيعتمد برضو على الاطراف؟ يعني لو زياد كمال ما خدش ادوار هجوميه اكيد الطرفين هيشتغلوا، لان ساعتها هتامن بدونجا وزياد كمال. وزياد كمال كورته كويسه، والاطراف الماتش اللي فات زي ما اتكلمنا واشادنا بشحاته وكان عمر جابر اللي هو موقوف ونضاي الماتش اللي فات، فممكن تستغل الاطراف بتاعتك والعمق. لازم يبقى عندك كره قدم في فكر مختلف، عندك تنوع في هجومك، مره من العمق، مره من على الاطراف تدخل بتستغل، مره ضربات ركنيه، كرات ثابته، لازم يبقى عندك اكتر من طريقه عشان تقدر تكسب. وانت عشان تكسب لازم تعمل ايه؟ اول حاجه صبري، عشان تكسب اول حاجه ما يخشش فيك هدف، ماشي؟ أيوة. فلازم يبقى عندك خط دفاع كويس مركز ومنظم، صح ولا لا؟ أيوة. عندك اهم خط اللي اتكلمنا دايما بنتكلم في خط الوسط، اللي هي خط بقى المناورات واللي هي التخطيط، اللي هم بيخططوا لك ان هم يعملوا لك هجمه بناء الهجمة. وهجمه مفيده. بعد كده الدور النهائي اللي بيبقى ايه؟ خط الهجوم. اتمنى خط الهجوم النهارده يبقى ايجابي وليس سلبي. ايجابي يعني هيتسجل، فطالما هتسجل هدف، عندك نص ملعب بيأمنك، عندك حارس مرمى، عندك خط دفاع بيأمن. اهم حاجه اللي انت ما يخشش فيك هدف، تحاول دايما تلعب لقدام خط للهجوم، ما تلعبش ما ننقلش كور كتير من تحت. خلي بالك يعني الماتش اللي فات بتاع الدور الاولاني احنا كنا ممكن نكسب في اول الشوط الاولاني، كان عندهم اخطاء كتير جدا في نص الملعب، لانهم عندهم ثقه، لعيبه المصري بتوع نص الملعب ثقه في نص الملعب وبينقلوا. فلازم الضغط يبقى موجود من دونجا، من زياد كمال، وزي ما قلنا لازم عبد الله السعيد، زي ما قلنا ما تدهوش ادوار مركبه، خلي عبد الله قريب، لان انا جايب عبد الله عشان المكان ده، انا مش جايب عبد الله يلعب لي رقم 6 ولا رقم 8، لا انا جايبه عشان يلعب لي رقم 10، لانه بيشوط بصير. واتمنى النهارده لو في ضربات ثابته حوالين 18 دايما ما بلاقيش عبد الله بيشوطها، لان عبد الله كان مميز فيها. اتمنى برضو نستغل الميزه بتاعت عبد الله السعيد كده، لان انا جايبه عشان المكان ده، مش جايبه عشان يدافع، عندي اللي بيدافع لي وعندي السرعات. عبد الله لا بيدافع ولا عنده سرعات، عبد الله صانع العاب وعقل مفكر للفرقه. لازم نستغل الميزه اللي موجوده في كل لعيب عندنا.